بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير طلاب كلية عربية للعلوم التطبيقية تخصص تمريض. نستكمل مع بعضنا المحاضرة الأخيرة من مساق سجلات طبية 2، واللي حطرق فيها لمواضيع مختلفة لم يشار إليها في النشاط النهائي، لكن بهمك تعرفها لأنك تجيك بكرة امتحان اللي هو الشامل في امتحانات التعيين إن شاء الله. وصلنا لصفحة 117، التفويض بإجراء الأبحاث والدراسات. تفويض بإجراء الأبحاث والدراسات، ممكن تتم عدة أبحاث صحية طبية تمريضية فنية مايكروبيولوجي إدارية إلى آخره. هذه البحوث الطبية والفنية والتمريضية هذه بيلزمها أن نطلع على السجلات الطبية للمرضى لمعرفة سبب حدوث المرض، العوامل التي تساعد على حدوث المرض، فعالية بعض الأدوية، البرامج العلاجية والإجراءات العلاجية. هذه الأشياء أو الحصول على المعلومات الباحثين مشان يحصلوا على المعلومات الموجودة في السجل الطبي للمريض لازم يأخذ موافقة خطية من المريض نفسه أو من ينوب عليه أو ولي أمره بالمشاركة، أنه يأخذ موافقته أنه يشارك في هذه الدراسة بعد شرح الهدف من الدراسة، الإجراءات اللي ممكن تتخذ خلال الدراسة، إذا ممكن يأخذ بعض الأدوية مشان نعمل نتابع وضعه مع بعض الأدوية ونشوف مدى فعاليتها، ممكن نتخذ منه بعض التحاليل مشان نكتشف إيش المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الجسم ومساحبة للمرض أو سبب من أسباب المرض وإلى آخره. فإعلان هلسنكي هذا إعلان يدور حول أخلاقيات البحوث الطبية. إيش الإعلان هلسنكي المحاور تبعته أو إيش البنود تبعته أو إيش مبادئ لو إعلانها هلسنكي حول أخلاقيات البحوث الطبية، مشان تكون باحث أو مجموعة من الباحثين بإجراء دراسة معينة ما يجب أن يتبعوا الأخلاقيات البحث الطبي الأخلاقيات البحوث الطبية اللي بتتكز على مبادئ، وهي صفحة 117 أغلى الصفحة. يجب إعلام الشخص عن أهداف وطرق الدراسة التي سيشارك فيها والاستفادة المتوقعة والمضايقات المحتملة لهذه الدراسة. يبقى لازم تقول له إيش أهداف الدراسة، إيش طرق الدراسة، إيش حيستفيد من الدراسة، وإيش الضرر اللي ممكن يلحق فيه بشكل غير مقصود من جراء له قيام بهذه الدراسة. 2، يجب إعلام الشخص المشارك بأنه لا حل له الحق الكامل بالتوقف أو الانسحاب من المشاركة في أي وقت ممكن وإلغاء الموافقة الخطية التي وقعها. أنت تقول له من حقك أنك أنت يعني ترفض أو تعتذر عن المشاركة في الدراسة. صفحة 18، المبدأ الثالث، يجب بعد ذلك يقوم الباحث أو الطبيب بأخذ موافقة خطية من المريض أو الشخص الذي يرغب في المشاركة بالدراسة. يبقى ثلاث أشياء هذه تعتمد عليها أخلاقيات البحث الطبي: إعلام الشخص بأهداف الدراسة وطرق الدراسة والاستفادة المتوقعة من الدراسة والضرر أو المضايقات أو المضاعفات المتوقعة من الدراسة المحتملة من الدراسة. يجب إعلام الشخص بأنه من الحق أن ينسحب من المشاركة بالدراسة في أي وقت. بعد هيك بعد الكلام هذا تبلغوا فيه بده يقوم الباحث أو الطبيب بأخذ موافقة خطية من المريض أو الشخص الذي يشارك في الدراسة. التفويض بالتقاط صور فوتوغرافية للمريض. بعض الأحيان الأطباء بصوروا بعض الحالات وبعض العمليات الجراحية اللي بيجروها للمرضى، ليش؟ لأغراض التوثيق أو لأغراض له الدراسات والأبحاث أو التدريب. وقبل الأطباء ما يأخذوا هذه الصور للمريض وهو أثناء بعالجه فيه وأثناء إقامته في المستشفى وأثناء إجراء العملية، يجب أخذ موافقة خطية من المريض أو ذويه، وأن يحدد الهدف من الصور. ليش بده الصور هذه؟ عشان البحث، عشان الدراسة، عشان التوثيق، عشان الإعلام، عشان إيش؟ فقد يوافق المريض مثلا على أخذ بعض الصور له بهدف توثيق الحالة لدى الطبيب، ولكنه قد لا يوافق إذا كان التصوير لغايات النشر في المجلات العلمية.
يبقى بتقول له انت الهدف من اخذ الصورة نشر اعلام دراسة بحث توثيق الى اخره. يبقى لازم تاخذ موافقة ايش خطية من المريض على اخذ الصور له سواء اثناء المعالجة او اثناء اجراء العملية. السماح للمريض بمغادرة المستشفى لفترة قصيرة. يمكن السماح للمريض بمغادرة المستشفى لظروف خاصة بعد اخذ موافقة خطية واخذ موافقة الطبيب المعالج ولمدة لا تزيد عن 48 ساعة. بده واحد قال لك والله انا بدي اروح اتغسل في دارنا، بدي اروح اشوف اولادي، بدي اروح ارتاح لي شوية، بدي اخذ مصلحة معينة الى اخره بغير وعي. ممكن المريض يمكن يعني يمكن السماح للمريض بمغادرة المستشفى لظروف خاصة لمدة 48 ساعة بعد موافقة الطبيب المعالج. في هذه الحالة بيسوي المريض ايش مطلوب نعمل؟ يقوم المريض او من ينوب عنه بتابع الطلب السماح بمغادرة المستشفى ويتعهد بوجوب العودة الى المستشفى لوقت المحدد، واذا تأخر عن ذلك تأخر 48 ساعة يعتبر المستشفى غير مسؤول عن النتائج السلبية التي قد تترتب على حالته الصحية نتيجة لذلك، ويحفظ هذا الطلب في السجل الطبي الخاص بالمريض بعد توقيعه من الطبيب المعالج ومسؤول مكتب الدخول. يبقى مريض بده يطلع لفترة قصيرة يروح على بيته غادي المستشفى لظرف خاص لظرف ما، ممكن الطبيب يسمح له اذا بتسمح حالته الصحية ممكن الطبيب يسمح له انه غادي المستشفى 48 ساعة، وبده يكتب قرار على نفسه انه يجي في الوقت المحدد او قبل انتهاء الوقت المحدد، والا بعد ذلك اذا بصير له اي حاجة المريض المسؤول غير مسؤول المستشفى غير مسؤول المستشفى غير مسؤول عن المشاكل الصحية اللي ممكن تحدث او السلبيات اللي ممكن تمر فيها صحته. تفوز بتشريح الجثة بعد وفاة المريض لا يجوز التصرف بجثته الا بعد موافقة اقرب الاشخاص اليه. ديروا بالك صفحة 118 اخر الصفحة. بعد ما توفى المريض لا يجوز التصرف بجثته الا بموافقة اقرب المقربين اقرب الاشخاص اليه. فاذا قررت اطباء تشريح جثة المتوفي لاسباب علمية او تعليمية لابد من الحصول على موافقة خطية من اكثر الاشخاص قرابة المتوفي، ويمكن ان يتم هذا التفويض على نموذج منفصل او قد يكون جزءا من نموذج التفويض العام. يبقى الطبيب بدهم يتشرح جثة المريض مشان اهداف علمية لاسباب علمية وتعليمية بصير، لكن لازم ياخذ موافقة من وين؟ موافقة من اقرب المقربين للمريض. لكن اذا كانت الوفاة تجي عن اصابة او حادث قرار التشخيص يناط بالمدعي العام. إذا كان بده جرح المدعي العام هو اللي بقرر إنهم يشرح الجثة أو لا، وهنا بلزمناش تفويض من إيش؟ مش أقرب من أقرب المقربين للمريض، بلزمش تفويض منه. اللي بيتخذ قرار بذلك هو المدعي العام. وتنص معظم القوانين في العالم بأنه لا يجوز دفن جثة أي شخص يتوفى بتجديد حادث أو إصابة إلا بعد الكشف عليه من مين؟ المدعي العام والطبيب الشرعي، وذلك لتحديد سبب الوفاة الحقيقي. وإذا قرر المدعي العام تشريح الجثة فإنه لا تؤخذ موافقة ذوي المتوفى. يبقى قال واحد توفى نتيجة حادث أو إصابة أو عمل جنائي، من حق المدعي العام إنه إيش؟ يقرر تشريح الجثة دون أخذ موافقة ذوي المريض أو أقرب المقربين للمريض. يبقى اثنين لهم علاقة بتشريح الجثة، المدعي القرار العام باتخاذ القرار والطب الطبيب الشرعي بإجراء التشريح على جثة المريض. يبقى في الحالة اللي بيلزمش تكون موافقة ايش؟ ذوي المريض. الأمثلة على الحالات اللي هذه اللي بيتخذ فيها المدعي العام قرار تشريح الجثة وتعرض ممنوع انه يدفن الا بعد كشف عليه من قبل المدعي العام والطبيب الشرعي، الوفاة الناتجة عن حادث او اصابة سواء من قبل الشخص نفسه او من قبل اخرين. الوفاة الناتجة عن ايش؟ عن حادث او اصابة سواء من قبل الشخص نفسه او من قبل الاخرين. في صفحة 119 واحد انتحر، الوفاة الناتجة عن ايش؟ عن حادث او اصابة، او واحد تعرف لحادث قتل، واحد طخه، هذه ايش؟ هذه الحالات بيطلب فيها المدعي العام تشريح الجثة والطبيب الشرعي دون الرجوع او دون اخذ موافقة ذوي المريض.
الوفاة الناتجة عن ظروف غامضة غير معروفة. هذا برضو من حق المدعي العام والمستشفى والطبيب الشرعي أن يتم تشريح إيش الجسم. يقول من حق المدعي العام أن يتخذ قرار تشريح الجسم. الوفاة التي تحدث في غرف العمليات برضو ممكن المدعي العام يطالب تشريح الجسم. في حالة جرى التشريح بعد الوفاة يجب تدوير التشخيص بعد ما بشرح الجسم. طيب الشرعي إيش بيسوي؟ يدون التشخيص، تم التوصل إليه في التسجيل الطبي خلال مدة أقصاها 3 أيام على أن يعد تقرير كامل خلال مدة أقصاها 90 يوما بعد الوفاة. يبقى لازم طبيب الشرعي في خلال 3 أيام من التشريح لازم يمكن التشخيص اللي توصل إليه بعد تشريح الجثة، ولازم في خلال 90 يوم يكتب تقرير في خلال مدة أقصاها 90 يوم تقرير كامل عن اللي هو الوفاة وسببها وظروفها. استعمال الأختام المطاطية، استعمال الأختام المطاطية صفحة 119. كل طبيب له إيش ختم. بعد استعمال الأختام المطاطية كل طبيب له ختم، والختم هذا مكتوب في اسم الطبيب ثلاثي على الأقل ورقم الترخيص. ولازم الطبيب إذا بده يكتب أي رشدة أو بده يوقع في سجل لازم يحط ختمه ووقع توقيعه، وإذا كان فيش معه ختم لازم يكتب اسمه توقيعه ورقم ترخيصه. يبقى الختم إيش بيشمل؟ ختم الطبيب، ختم اللي مع الطبيب، بيشمل اسم الطبيب ورقم ترخيصه وتاريخ الترخيص. هذا الأختام لازم الطبيب يكتب تعهد على نفسه إنه ممنوع يعطي الختم لأي واحد. ممنوع يعطي الختم لمين؟ ممنوع اي واحد يستخدم هذا الختم. واذا بلغوا انه الرقابة او بيتم بيكتشفوا انه واحد بيستخدم ختم الطبيب دون الطبيب نفسه فانه يعرض نفسه للمساعدة. تأمين السرية الاضافية لبعض السجلات الطبية. بعض السجلات الطبية بدها سرية خاصة، سرية تامة، سرية مطلقة خاصة بالامراض. الناس اللي بعالوا من امراض نفسية اللي بتفضحوا او من امراض مزمنة، امراض نفسية مزمنة، أو بعض المرضى المحولين من السجون. بيجيك واحد من السجن، ولتأمين السرية الإضافية تحفظ السجلات في مكان خاص مستقل عن بقية السجلات الطبية تحت الإشراف المباشر لرئيس قسم السجلات الطبية، ويحكم الاحتفاظ بأجزاء السجل الطبي التي تحتاج إلى سرية إضافية فقط في هذا المكان الخاص على أن توضع إشارة. يعني السجل الطبي العادي الورق العادي هو النماذج ممكن مع النماذج السجل الطبي الاخر، لكن الورق الخاص الورق الخاص نحتفظ في مكان اخر خاص بمعرفة رئيس قسم السجلات الطبية، وبنوضع اشارة على السجل الطبي انه في له اوراق ايش خاصة تشير الى مكان وجود الاجزاء الاخرى السرية للاطلاع عليها عند الحاجة من قبل الاشخاص المخول بذلك. يبقى في الاخر الجوانب القانونية للسجل الطبي كثيرة ومتشعبة، فهذه اللي هو السياسات المتعلقة بالجوانب القانونية للسجل الطبي والإجراءات المتعلقة بذلك في تغير وتقدم مستمر، وكل بلد لها خصوصيتها، وكل قطاع له خصوصيته، ومطلوب من إدارة السجلات الطبية تساهم في تطوير سياسات خاصة بمستشفياتهم حول هذا الموضوع لتحقيق مصلحة المستشفى والمريض والمجتمع. بهيك احنا خلصنا المادة. الله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، وإلى اللقاء في مساق آخر. لكن قبل ما أنهي أنا محاضرتي بدي أتكلم عن التعيين النهائي اللي أنا بعثت لكم إياه. بيختلفش كثير في بعض الأمور، بيختلف على النشاط الرابع والخامس، مش كثير بتتضايقوا من هذا الموضوع. في بعض الطلاب يعني أعلن أنه متضايق، لكن متضايق ليش؟ ما هو تقريبا التعيين النهائي بيشمل على أجزاء كبيرة من اللي هو التعيين من النشاط الرابع والخامس، لكن لازم تحل التعيين النهائي من 40 تنزل على الصفحة الأكاديمية. السؤال الأول بيقول تكلم باختصار عن مفهوم الغرض من فارس الأمراض ولا فارس العمل. موجود عنده، موجود عنده في الدسي بدها أشياء يعني شطارة، إيش المعلومات اللي بيشمل عليها فارس المريض العام؟ موجود عندك. يا سلام، هاي عندك السؤال اللي هو ما هو الغرض من فارس الأمراض والعمليات، ما هو مفهوم الفهرس؟ في صفحة 102، صفحة 102، الغرض من فحص الأمراض وفحص العمليات، المعلومات اللي مجتمع عليها
فاصل أمراض العملية ب المعرفة اللي بيشم عليها فاصل المرضى العام مش صعبة عندك وين في صفحة 105 فاصل المرضى العام هي المعلومة اللي بيشتم عليها فاصل المرضى العام أنواع الأسرة اللي تحتسب ضمن ساعة المستشفى الأسرة المتاحة وأنواع الأسرة اللي تحسب ضمن ساعة المستشفى هاي برضو موجودة عندك بدهاش يعني زي ما تقول معلمية كتير هاي في صفحة عنا 79 ايش الأسرة التي تحسب ضمن ساعة المستشفى وبعد ذلك ما دون ذلك يحسب ضمن ساعة المستشفى اللي الأقسام الهادئة أقسام التنمية والبطن والجراحة والبول والأطفال والولادة الغرف قصدي أقسام العناية المركزة الغرف الأسرة اللي في غرف الـ VIP اللي بتعالج فيها الموظفين اللي واحد من بمرض دخلوا فيها والأسرة المعزة هذه كلها ايش أسرة تعد ضمن أسرة التنمية ففي عندك في صفحة 79 الأسرة لا تحسب ضمن ساعة المستشفى واللي ظل بعد هي يحسب ضمن أسرة ساعة المستشفى السؤال الثاني تكلم باختصار عن القضية التي يجب أن تقوم بها فنزل الطبيعة قبل إرسال السجل الطبي للمحكمة يا الله شرحنا المحاضرة اللي فاتت فهي موجودة عندك وين في صفحة 115 إيش هي الإجراءات اللي يجب أن يقوم بها الفنزويلات قبل إرسال السجل الطبي للمحكمة شرحنا في المحاضرة هذه اليوم في المحاضرة السابقة في صفحة 79 تحت وين العمر يمكن الإرشادات الإرشاد الخطوات التالية صفحة 115 بل حدث يمكن لإدارة المستشفى استخدام المعلومات الواردة في السجل الطبي دون أخذ موافقة الطبيب من المريض شرحنا في المحاضرة اليوم هذا هو موجود عندك يعني موضوع التفويض بعض المعلومات الطبية أو الاطلاع عليها في صفحة 112 وموضوع اللي هو سالفة السجل الطبي للمحكمة 115-112 هي عندك السجلات أو الحالات التي يجب تستثنى من مؤخذ مخافقة قطعية من المريض اللي هي معالجة بيانات السجل الطبي آليا لاستعمال معلومات لغرض الإحصاء والتقدير والآخرة صفحة 112 فيش مشكلة من وجهة نظر ما هي المشاكل اللي تواجه خصم السجل الطبي في المستشفيات الحكومية يا سلام كثيرة هذا بسألك أي واحد من خبرتك من أسأل أي واحد في السجل الطبي بقول لك والله بنعاني من ضيق المكان من عدم توفر المكان فيش عندنا خزانات كفاية فيش عندنا أجهزة كمبيوتر كفاية فيش عندنا موظفين مدربين في كل الحاجات هذه المشاكل إيش اللي بتواجه أقسام السجل الطبي فيش عندنا ملفات فيش عندنا نظام لحفظ السجلات فيش عندنا نظام إلكتروني كل نظام ورقي فأنت هذه من مخك يعني جوابها إذا كان لديك المعلومات الآتية على المستشفى غزة الأوروبي لعام 2019 سكتوا ساعة المستشفى 390 والسؤال الحساب دار ومجموع الأيام الماضية من شهر نيسان 9000 يوم وبعد مجموع حال الخروج الكلي في شهر نيسان 600 حالة مجموع الوفيات في شهر نيسان 20 حالة وهذا حال الخروج الكلي في سنة 2019 6600 حالة نسبة انشغال الأسرة خلال شهر نيسان يا سلام افتح على نسبة انشغال الأسرة لو في صفحة 82 ايش نسبة انشغال الأسرة بالساوي مجموع الأيام المرضية على عدد الأسرة المتاحة ضرب عدد أيام الخدمة ايش بقول خلال شهر ايش نسبة انشغال الأسرة خلال شهر نيسان قديش عدد الأيام المرضية عدد الأيام المرضية قديش عندك 9000 تقسيم على هو عدد الأسرة ليش عدد الأسرة قدنا 300 بالتسعة آلاف على 300 ضرب 30 لأنه مشان ليش على مدة إيش قد شهر خلال شهر يبقى 9000 ضرب 100 مشان نحسب 100% على 100 ضرب 30 أو 9000 ضرب 300 9000 على 300 ضرب 30 ضرب 100 9000 على 300 ضرب 30 300 ضرب 30 قديش 9000 9000 على 9000 واحد واحد ضرب 100 مشان يصير 100% 100 ايش يبقى نسبة انشغال الأسرة قديش 100% هذه الأيام المرضية على عدد
الأسرة طلب المدة الزمنية، لو بديها في يوم واحد 9300 بيساوي قديش؟ 30. لكن إذا كان بديها في الشهر 9000 على 300 ضرب 30 وكله بنضربه في 100 مشان نطلعها 100% بنلاقي نسبة شغل أسرة 100%. فهي صفحة 82 في عندك مثال على ذلك. المثال رقم 2. طيب السؤال الثاني، معدل الدوران السريع في الصفحة اللي بعدها 83، ليش معدل الدوران بيساوي مجموع الذين تخرجوا في المستشفى خلال السنة على عدد أسرة المستشفى؟ ليش تخرج غير خلال السنة؟ كم عدد تخرج في السنة؟ 6600 على عدد الأسرة قديش؟ 300. 6600 على 300 قديش بيطلع؟ 22 اللي هو معدل الدوران. يعني في خلال السنة 22 واحد مروا وناموا على نفس السرير، اللي هو مجموع الذين تخرجوا 6600 على عدد الأسرة، عدد الأسرة على 300. 6600 على 300 بيطلع قديش؟ 22. اللي بعد معدل الوفاة الخامس شهر نيسان، ايش معدل الوفاة الخامس شهر نيسان؟ صفحة قديش معدل الوفاة الخامس؟ صفحة 84 85. هل في عندك مثال قديش معدل الوفاة الخامس بيساوي؟ حالة الوفاة في مدة زمنية محددة على مجموع حالات الخروج، قديش عدد الوفيات؟ قديش عدد الوفيات؟ 120 على قديش مجموع حالات الخروج في الشهر؟ 620 على 600 ضرب 100 قديش بطلع؟ 30 ضرب 100. هذا اللي عدد حالة الوفاة قديش على حالة الوفاة في شهر نيسان؟ 20 على مجموع حالات الخروج شهر خشب نيسان 20 على 600 ضرب ايش؟ 100. قديش بطلع؟ 20 على 600 ضرب 100 قديش بطلع؟ طيب بطلع عندك بنتي 620 على 600 ضرب 100 يبقى 100 بطلع على 30. 100 على 30 بطلع 33. 100 على 30 بطلع النتيجة عندك. قديش نحسب؟ يبقى حالات الوفاة خلال شهر نيسان 20 على مجموع مدة حالات الخروج خلال شهر نيسان 20 على 60 على 600 ضرب 100. 20 على 600 ضرب ايش؟ 100. اطلع طب الرابع متوسط تعداد يوم المرض الدخيل خلال شهر نيسان، عدد الايام الماضيه خلال شهر نيسان على قديش؟ وين هذا موجود مشان انتو يعني المساله مضخمين؟ صح 83 84 بسبب مجموع الايام المرضيه توسط تعداد اليوم مجموع الايام المرضيه عدد ايام الخدمه. ليش مجموع الايام المرضيه؟ جبت اعطيتك اياها بدكش تجمع ولا حاجه، جاهز اعطيتك رقم 9000 على عدد ايام الخدمه. ليش عدد ايام الخدمه؟ 30 يوم. 9000 على 30 بطلع 300 اللي هو متوسط عدد المرضى. يا سلام، هذا هو. هي عندك الامثله ممكن تحلها، وبكرة أخذ معادلة التسليم قبل الساعة 6 مساء بتكون مسلم من الشطر النهائي على الصفحة الأكاديمية، واللي عنده مشكلة في ذلك براجع الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.